من في قلم عفوا في احدى يعني غرف الفرس فيما يتعلق باحدى اقلام الاقتراع كانت وارده الاصوات في كيس نايلون وموزق، وكان هناك محاوله لاحتساب هذه الاصوات قبل ان تسجل لائحه نحو الدوله اعتراض على هذا الصندوق، ويعني مع الاشاره بانه في حال تم احتساب هذه الاصوات كان ذلك سيؤدي الى رفع الحاصل ما يؤدي الى يعني تضاءل حظوظ جاد غصن بالحصول على المقعد النيابي. ساتحدث مباشره مع جاد غصن. جاد، من امبارح لليوم في يعني اتال على الصوت، صار شيء هلا قدامنا من شوي له علاقه باحدى اقلام الاقتراع اظن ببسكنتا، كان في محاوله لاحتسابه مثل ما ورد، شو خبرنا التفاصيل وكمان يعني تفاصيل هذا النهار؟ هلا رح بلش اول شيء بانه نشكر الشباب لانه من امبارح مش نايمين، غير انه مش نايمين نحن الحمله كلها متطوعين، ما فيها مصاري من امبارح بعضهم ساحبين لليوم، القصه بعدها مطوله شي ساعتين ثلاثه اضافيه، فاول شيء بشكرهم، ثاني شيء بشكر الناس. وبدي قبل ما جاوبك بس شغله صغيره، الفرق وصل لمحل قليل لدرجه ما في ولا مكنه انتخابيه تجزم فيه بصوره قاطعه، فعلينا الانتظار هلا لبقى كل صندوق بصندوقه ونطلع على لجان القائد لنشوف، لانه الفروقات عم نحكي عن عشرات الاصوات. هلا ليش برايك في عالم عم بلش يعني حتى مش العالم، في احزاب عم بتكب على مواقع التواصل وعلى مواقع اخباريه انه خلص قسمت بكب الضغط على هون الرياس اللي بيعملوا اعاده الفرز ولا لجان القائد من خلال مكانات انتخابيه، كل عمرها بتنعمل وهلا في محاولات تنعمل. انا علي احكي الصدق، وهلا على فكره قبل ما تطلع النتيجه خلي الناس بس تتذكر بثلاث اسابيع الماضيه مين كان عم بيقول لهم شو بدكم فيهم بعاد عن الحاصل، لو بتحبون بس شو بدكم فيهم، ماشي الحال تاخذوا من دربنا تاخذوا من دربنا. على كل حال هلا في الم، في المين فعلا مشكل، بس نبلش هلا بالالم اللي عم نحكى فيه. بس كنت اول شيء واصل كيس مخزوق منه مختوم، هذا الكيس بيطلع المحضر كاتب انه مفروض يكون فيه 363 صوت، بيطلع بقلب الكيس المخزوق في 359 صوت، فنحن عم نطالب تلقائيا بإلغائه، لأن هون ربك بيعرف شو اللي صاير بهالكيس اللي طلع منه وشو اللي وهلا نفس الشيء. لولا اعتراضكم لولا وجودكم يعني كرمالنا نرجع نأكد بأنه يعني المنافسة تتطلب الحضور، كان ممكن احتسابه لولا تسجيل اعتراضكم؟ أكيد، لأنه هو على كل حدا يقوم بالفرز بحط بعدين تحفظ عنده، بس ما حدا بيعترض بيكمل شغله. هي احدى اشكاليات انه نحن ما كنا متطوعين قد ما فينا عم نجرب نغطي كل الاقلام، ولكن هذه احدى من الاشكاليات. طلعنا بقلم تاني في ورقه فيها تصويت على ورقه فوتوكوبي بالاسود والابيض، يعني بصندوق مختوم. ايه بصندوق مختوم، هذا اللي صاير على الارجح انه حدا اخذ الورقه الاساسيه المطبوعه من وزاره الداخليه حطتها بجيبته ومعبى هي الورقه، من احدى اساليب الاحتيال تيسيروا بعدين يكتبوا له اللي بيدفعوا له قرشين بدك تمضي هيك بدك تحط هي وتعطيني ورقه بيضاء محلها. كمان هي سجلتوا فيها سجلنا فيها كمان اعتراض، في واحد من الاقلام كان ملغى 30 صوت رجعناهم 30 صوت لنا، عم نحكي من 30 صوت لنا بالاقتراب ولا هون؟ لا هون هون. ما رح بالغ لا بالاعتراض ولا بشيء، ننطر النتيجة. في إشكاليات شتى بكل آلية الاقتراع اللي عنا إياها بالبلد، ولكن هذا عارفينه من الأساس عم نتعامل معه، الفروقات قليلة لدرجة ما حدا بيقدر يجزم فيها لا سلبا ولا إيجابا هلا، ف يعني كنا تعبانين خاصة نحن، ولكن يلا هالنهار بيخلص ورح نتابع نحن لحديت يعني الانتهاء من احتساب كل الأصوات لنعرف إذا من الله يعافيك لنعرف إذا نبارك لك، وبنفس الوقت نحييك على الحملة اللي خطة. يعطيك العافية جد.